في البداية دكتور عايز أتكلم معاك عن موضوع مهم جدا، يعني بيشغل بال كل الناس، موضوع المنشطات والكشف عن المنشطات والحاجات اللي ساعات اللاعب أو أي حد بيمارس أي رياضة بياخدها، بس هو ما بيبقاش عارف إنها فيها نسبة من المنشطات، هو ممكن بيبقى ياخدها إنها كمكمل غذائي كعلاج لحاجة. فأنت شايف الموضوع ده سببه إيه؟ هو في مغالطات كتير جدا في موضوع المكملات الغذائيه، وخصوصا اللي لها علاقه بالرياضيين. يعني مثلا اللعيبه بتوع الجيم او الناس اللي في الجيمات او هكذا، ممكن مثلا ياخدوا حاجه بري ورك اوت، هو ايه المكمل اللي بياخدوه علشان يدي طاقه قبل التمرين بالظبط. بس هو ده اصلا ده من ضمن الممنوعات اللي الانتي دوبنج، اللي هي المنظمه اللي مسؤوله عن تحيي منشطات في العالم، منعاها. بتبقى غلط عشان فيها نسبه كافيين كتير وكدا. مش عشان الكافيين بس، عشان لا، هي كافيين مفيش منه مشكله، على قد ما عالي برضو عالي جدا. بس هي الفكره كلها ان في ماده اسمها البي اي ايز، اللي هي فينايل ثايلامين امينز. الفكره ان الماده دي بتدي زي مفعول زي الامفيتامين، اللي هو زي المخدرات بالظبط. فهي بتعلي درجات ضربات القلب قوي، وبتعلي ضغط الدم وهكذا، فهي المنظمات منعاها. في مثلا منشطات او مكملات فيها افيدرين، الافيدرين ممنوع، الكورتيزون، حاجات كتير جدا اللعيبه ممكن عشان شايفين ان بتوع الجيم بياخدوها او كده، ممكن لعيبه كتير ما عندهاش الفكره تقوم واخداها، فيقوم داخل خاصة اللي انت بتقول عليه، بالذات البري ورك اوت او الحاجات اللي فيها انها اي حد بياخدها عشان يبقى فيه مجهود زياده او فيه طاقه، دي اللي ممكن انا باخدها بشكل عادي بس هي بالظبط ممنوعه للدوريني. ممنوعه للمحترفين، لان دي زي بتخلق كده حاله من عدم العدل او عدم المساواه في المنافسه. ففي حاجات كتير زي دي، يعني مثلا الكورتيزونات كلها ممنوعه، يعني مثلا ممكن حد يتعب فيقوم واخد دواء فيه كورتيزون، هو ما يعرفش ان الكورتيزون صحيح ممنوع بالظبط. فمثلا واحد عنده مشكله مثلا في النفس، فخد حاجه فيها افيدرين عشان تعلي، علشان تحسن من صحه القلب. الحاجات كمان اللي هي بتعلي نسبه الحرق في الجسم، الانابوليك، حاجات الانابوليك اللي هي ايه، محفزات التستوستيرون، محفزات الجروث هرمون، والحاجات دي كلها ممكن مدرب يقوم مديها اللاعب يقول له ده ما فيش حاجه. ده بيقول لك الجروث هرمون ما بيضرش. لا، ما ده ما ينفعش نتكلم معاه اصلا، اللي هو يقول لك الجروث ده له حاجات معينه او سن معين وظروف معينه بناخدها. وانا طبعا الحاجات دي كلها بعد ال50، وبعد عايز اسالك برضه الحاجات دي عشان طبعا الشباب اللي قاعدين بيتفرجوا علينا، انت عارف اي حد دلوقتي بقى داخلين على فورمه الساحل طبعا والصيف، فدايما بيبقى في ناس، عارف انت اللي احنا وصلنا لمرحله ان خلاص ان الحاجات دي بقت تتاخد عادي، زي كانك بتاخد فيتامين سي، بتاخد يعني عارف انت اللي هو ايه، زي الاكل والشرب للاسف. فالحاجات دي يا جماعه غلط طبعا. حتى الجروث هرمون او الجي اتش المعروف بيه يعني بالنسبه للرياضيين او لعيبه الجيم، انت دلوقتي بتقول ان هو غلط. طبعا انت هو غلط كمان بالنسبه للسن الصغير، يعني مثلا واحد في العشرينات وفي الثلاثينات، ليه اصلا مضطر انك تاخد جروث هرمون؟ انت اوريدي عندك لسه نسبه حرق كويسه، ولسه نسبه التستوستيرون عندك عاليه، ليه تلجا انك تاخد جروث هرمون؟ ومعظم الحالات اللي لو انت شفتها اللي خدوا الجروث هرمون او خدوا المكملات، بعد ما بيوقفوا الكورسات دي جسمهم بيرجع وحش جدا، ان هو اتعود على نسبه معينه من البروتينز الداخله له، نسبه معينه من الهرمون عاليه جدا. انت لما بتاخد الكلام ده انت بتوقف اصلا الافراز الطبيعي بقى للتستوستيرون في جسمك بالظبط، خلاص بتعود جسمك ان انا خلاص انا بيدخل لي من بره بالزبط. مش من انتاج الجسم الطبيعي، فده زي ما انت بتقول افراز الغده بيأثر على صحتك، يعني افراز الغده بيقل جدا جدا طبيعيا، فعلشان ترجع بقى لمعدلاتها الطبيعيه تاخد وقت. طب انا ليه اخش اصلا في القصه دي؟ انت راجل طبيعي، تمشي دايت، مكملات اللي هي المصرح بيها العادي، البروتين والكرياتين وهكذا، ما فيش منه مشكله، امينو اسيد ما فيش مشكله، لكن انت عايز تاخد بقى ليفل كبير جدا في وقت اسرع. طب هي دي القصه، دي داخل مسابقه، ما هي دي القصه، حتى لو داخل مسابقه ما تعملش كده. هي دي القصه، ان هو بيقول لك انا هاخد عشان في شهرين ثلاثة ابقى فاندام، بس بعد كده خلاص هيبقى فاندام بعد شهرين ثلاثة، بس خلاص بعد فاندام هيرجع بقى تاني بعد ما المفعول يروح بالظبط. وصعب صعب بعد كده ان هو طبيعي يبقى هو شاف نفسه في شكل معين. ما انت كمان لعبت في هرمونات الجسم الطبيعية بالظبط، فهتاخد وقت على ما ترجع طبيعية تاني بالظبط. هل شايف يا دكتور دي بترجع لثقافتنا احنا بقى هنا؟ دي جزء منها في الثقافه. ليه؟ لان دلوقتي معظم الهرمونات او الكورسات اللي كانت في حاجات، خد بالك حاجات مضروبه كمان، عايزين يعني ده غير كده في حاجات مضروبه، وفي حاجات للاسف يعني بعض الناس اللي بيبيعوا الحاجات دي بيلعبوا في تاريخ الصلاحيه والاكسبايرد والكلام ده، انت عارف اكيد الكلام ده اللي بيحصل يعني. ده غير اصلا ان الاستيرويدز عامه او المنشطات هي من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب الازمات القلبيه. طبعا
يعني الناس حتى لو هي سليمه هي ممكن تسبب ازمه قلبيه. عايزك تقول لي برضه، تقول للساده المشاهدين اضرار الهرمونات. عامه اي منشط انت معرض، جسمك معرض ان هو لو بس الجرعه اتخذت زياده شويه معرض ان جسمك يجي له سكته قلبيه وقتها ولعيبه كتير او اي سايد افكت تاني. ده غير بقى المشاكل في الغدد، مشاكل في احيانا ممكن تلجا في احيانا بنشوف حالات كانسر، بنشوف حالات فشل كلوي على حسب بقى انت وحظك بقى كل واحد بالظبط. ده انا اخش في الدايليما دي. في لعيبه كبيره جدا، لعيبه كمال اجسام ماتوا وماشيين مع دكاتره كبار في امريكا او في اوروبا وكده، ماتوا بسبب المنشطات. احنا بغنى عن الكلام ده كله، هو ربنا خلقك طبيعي تقدر انك توصل بشكل طبيعي مع التكنولوجيا بقى اللي هي المكملات المصرح بيها والفيتامينات وهكذا، انك تعمل بالظبط اكل والتمرين طبعا انك توصل لفورمه كويسه، لكن حتى لو بعد وقت حتى لو مش مشكله. ما هو كل حاجه بتيجي في وقتها. انت بالزبط. الواحد لما بيخش كليه بيقعد كام سنه عشان يتخرج بالزبط. مش هيخش الدكتور جامعه في وقتها بالزبط. فهي لازم كل حاجه تاخد وقتها، بس بالذات موضوع المنشطات السادن ديث او اللي بيحصل الموت المفاجئ اللي بيحصل للعيبه كتير او ناس بتستهلك منشطات بسبب الحته دي. مفيش ملهاش سبب تاني او اكبر الاسباب لوفاه اللعيبه، وفاه الناس اللي بتستخدم منشطات هي المنشطات.